لو انت فريقك خسران فرق 2 وباقي اقل من 10 ثواني، كورة معاك انت، تغامر وتشوط ثلاثية ولا تدخل تلعب ثنائية اضمن تعادل؟ هو حسب الكوتش هيكون قايل لنا ايه قبليها برضو، يعني كوتش جوستي بالذات في اخر الماتشات بيبقى مركز قوي في كل هجمه دفاعيا وهجوميا، احنا بنبقى عارفين هو طالب مننا ايه، وفي نفس الوقت برضو بالنسبه للدفاع هو هيديني ايه، ممكن ساعات دفاع يبقى مش عايز ثلاثيه فيدافع من جوه فهضطر ان انا اشوط، او العكس ان هو مش عايز يخسر الماتش فعايز يوصل لاوفر تايم، فلو هو مديني ان انا اخش باتنين هخش باتنين. لو القرار في ايدك اتحسب لفريقك رميتين في اخر 4 ثواني وانتوا خسرانين فرق نقطة واحدة بس، اللي هيشوط ده اتصاب، فحد تختاره، حد هو اللي يشوط، انت تختار مين اكتر حد تثق فيه انه هيخش يجيب الرميتين؟ سؤال صعب ده، ممكن مايكل تومسون المحترف. لو في ايدك هتضم لاعب واحد بس من بره الاهلي للنادي، تختار مين؟ شوشة، يوسف شوشة. رغم الناس بتقعد تقول ان انتوا تتخانقوا في الملعب. لا لا هو في الملعب بنتخانق للأسف، بس هو أكتر واحد صاحبي بره الملعب مع عمرو الجندي. يعني أكتر لعيب بترتاح في اللعبة جنبه في الأهلي وفي المنتخب؟ في الأهلي يمكن سيف سمير الفترة الأخيرة لعب جنبه، يعني اخيرا بدانا يبقى في شويه تجانس، بقينا بنفهم بعض اكتر بكتير عن السنين اللي فاتت. في المنتخب انس اسامه لعب معاه مريح جدا دفاعيا وهجوميا. أنت فريق ليبرون جيمس ولا ستيفن كاري؟ مش معنى لا لا ليبرون جيمس. اه طبعا ستاف مهاري اكتر ويمكن شويت اكتر بكتير، بس انا بالنسبه لي وانا صغير وانا بكبر كنت بتفرج على كوبي طبعا، وبعدين بعديه على طول ليبرون، فبالنسبة لي يعني ليبرون ايكون بالنسبة لي، فبحب طريقة لعبه قوي ان هو بيسكور وبيدافع وبيلم وبيباسي، فاعتقد بالنسبة لي هو لعيب متكامل. ستاف هجومي شوية اكتر، ممكن يجيب 30 و40 و50 بوينت في الماتش، بس دفاعيا وفي الريباوندز مش هيبقى زي ليبرون. موسم تقريبا في دوري السوبر، دوري مرتبط، كاس السوبر، والبطولة العربية، يعني تقريبا 5 بطولات. لو قبل الموسم كانوا بيخيروك تكسب كل البطولات دي بس هتخسر دوري السوبر، هتكسب دوري السوبر بس هتخسر باقي البطولات، كإيهاب بتختار مين؟ صعب طبعا عشان كل البطولات غالية، بس بالنسبة لي أنا أهم بطولة في السيزون دوري السوبر، بالذات إن هي مؤهلة لبطولة أفريقيا البال، فبالنسبة لي أهم بطولة دوري السوبر. تختار انك تطلع من الماتش اكتر واحد مسجل اكتر من 30 نقطة ولا انك تسجل نقطة الفوز اللي في اخر ثانيتين ثلاثة؟ هو انا لو سجلت ال 30 نقطة احنا خسرانين ولا كسبنا؟ يعني كده وكده، انت شوف ايه الاحسن، انت بالنسبة لك الاحسن تجيب اللي هو زي ما بيقولوا نقطة قاتلة في اخر ثانية ولا لا ابقى توب سكورر؟ ما هو لو توب سكورر وهنكسب فرق مريح دي طبعا احسن، بس لو توب سكورر وهنخسر وهجيب باسكت اللي هنكسب بيه اكيد اخر باسكت، بالذات ان ده يعني بيبقى كل الناس بتنسى كل الماتش مهما عملت وبتركز في الباسكت اللي انت كسبت بيه الفرقة، فاعتقد اخر باسكت. لو إيهاب أمين مش لاعب كرة سلة، إيه اللي كان ممكن تبقى مميز فيه في الرياضة؟ كرة قدم، لعيب كورة. بمناسبة كرة القدم، لو لعيب كرة قدم إيه أكتر مركز كان نفسك تكون فيه؟ نمرة 10 ورا مهاجمين على طول. نفس المركز تقريبا. يعني نفس المركز. بمناسبة كرة القدم، أنت بتكون فريق ميسي ولا فريق رونالدو؟ ميسي وبرشلونة سابقا يعني.